لا شك أن البشرية تضيق بها الحياة بطوائف من المضللين الذين ساقوا بعضا منها انحرافا عن الوسطية وقيدوها بالغلو وفتن التطرف بما يخالف كل الخلاف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نظمت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية هذه الندوة العلمية المشتركة المغربية السعودية. هذه الندوة ولله الحمد والمنة كما سميت ندوة المملكتين تهدف إلى تقرير الوسطية وإنزالها إلى واقع الناس، الانطلاق من وسطية كتاب الله ووسطية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة المسلمين تقريرها، تبيينها، تربية الناس عليها، مما يثمر قوة في التدين وقوة للجماعة وقوة للبلاد، فيصلح الفرد ويصلح المجتمع ويقوى البلد وتكثر الخيرات وتندفع المفاسد. لا خير في الاعتداء في التكفير، لا خير في التدمير، لا خير في التفجير، إنما الخير في الاستقرار والأمن والسلامة، وأن الناس يعني يعرفون دينهم ويعملون به على وجه صحيح ويتآلفون على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الندوة العلمية في موضوع الجهود العلمية المعاصرة لمدافعة الغلو وتحقيق الوسطية، والتي تستمر اليومين، ستتواصل بثلاث جلسات علمية. أولاها تتناول موضوع الوسطية في الكتاب والسنة للدكتور محمد بن فهد الفريح والدكتور سليمان بن سليم الرحيلي، ثم موضوع نقد مفردات التطرف في مجال العقيدة من طرف الدكتور مصطفى بن حمزة، وتليها عروض أخرى حول مدافعة الغلو وإشاعة روح الوسطية. ولا يجوز أن يدعو إليهم ولا أن يحسنهم للناس ويزينهم للناس، لأنك إذا ذهبت إليهم زينتهم للناس، وهذا الذي يحصل. يقول لك لو كان فيهم شيء ما ذهب إليهم سليمان. حرب إلى النفس، فكيف إذا كان الكلام مع أمثالكم من أهل الفضل والفضيلة؟ ولا يجوز أن يدعو إليهم ولا أن يحسنهم للناس، فكيف إذا كان الكلام مع أمثالكم من أهل الفضل والفضيلة؟ من أهل الفضل والفضيلة.